السلام عليكم خوتي الطلبه. ان شاء الله في هذا الفيديو غنخدموا ليكيليبر اسيد بازيك، حيت غتعرفوا على ديفينيسيون ديال اسيد يباز من خلال النظريتين ديال العالم ارهينيوس والعالمين برونشيد و لوري. بالنسبه لاسيد اي الباز سولون ارهينيوس، هذا العالم السويدي اللي عرف لنا لاسيد قال لك لي زاسيد سون دي سبستانس كي دولو دون دي زيون اش بليس. قال لك لي زاسيد هما الاحماض سون دي سيبستانس، هما واحد المواد. دولو في الماء، دونو تحرر او تعطي، دي زيون اش بليس بمعنى. جابو معايا لهاد ليكزومبل اللي عندي هنا، هاد اش سي ال الى داب لنا في الماء عطانا اش بليس. قال لك هنا لي زاسيد هما في الماء كيعطيونا اش بليس، دونك هاد اش سي ال داب لينا في الماء عطانا اش بليس، دونك هاد اسي ال راه اسيد حم. داب لينا في الماء عطانا اش بليس راه حم، اسي ال دابا حم. شنو هي القاعده ديالو؟ هي سي ال مو. كذلك بالنسبه لاش سي ال او 4 داب لينا في الماء شنو عطانا؟ اش بليس، دونك راه هذا حم، والقاعده ديالو هي سي ال او 4 مو. كذلك اسي ال داب لينا في الماء عطانا اش بليس، اذا السائل راه حامض اسيد والقاعده ديالو السائل مو. ونفس الشيء بالنسبه ليكزامبل الرابع، هنا كيديروا سهم واحد قلنا في فيديوهات سابقه ديسوسياسيون توتالمون، تفكك كلي، كيتفكك لينا كله في الماء، كنديروا سهم واحد. الا درنا جوج اسهم، جوج ديال الاسهم تفكك لينا ديسوسياسيون بارسيالمون، تفكك لينا غير جزئيا. هادو تحدثنا عليهم في فيديوهات سابقه، غتلقاو الرابط ديالهم اسفل هاد الفيديو مجموعه بلاصه واحده. بالنسبه لهاد اش بليس راه هو اش 3 او بليس، هاد اش بليس راه هو اش 3 او بليس. بحال سوا درتي اش سي ال زائد اش 2 او غدير سهم، هو غدير اش 3 او بليس زائد سي ال مو. هنايا كنديرو اش سي ال، وقلنا كنديرو فوق هاد السهم اش 2 او بانه تفكك لينا في الماء مع الماء، عطانا اش بليس. هاد اش بليس راه هي اش 3 او بليس. سوا درتو هادي سوا درتو اش سي ال زائد زائد اش 2 او غتعطيكم اش 3 او بليس سي ال مو. كذلك هادو كامل. دونك هادي بالنسبه لاسيد. بالنسبه للنظريه ديال ارهينيوس دابا غنشوفو لي باس. لي باس قالك سون دي سبستانس كي دونو دي زيون او اش مو. قال لك لي باز القواعد واللي هما مواد في الماء كيحروا لنا ولا كيعطيونا او اش مو. مثلا بحال هاد ان ا او اش يداب لينا في الماء، اشنو غيوقع لي؟ غادي تفكك لينا كليا، غيعطينا ان ا بليس زائد او اش مو. هنا عندنا في النواتج او اش مو، دونك هذه اللي تفكك لينا في الماء راه باز ماشي اسيد. باز اي حاجه عطاتنا او اش مو، مادة عطاتنا او اش مو راه باز. اذا هاد ان ا او اش راه باز، والحمض ديال هاد ان ا او اش راه هو ان ا بليس. ان ا بليس كذلك بالنسبه هاد بي ا او اش 2 تفكك لينا داب لينا في الماء، تفكك لينا توتالمون، تفكك كلي، كنديرو سهم واحد. كيف كتلاحظ معايا في النواتج عطانا او اش مو، اذا هذا راه باز والحمض ديالو هو بي ا دو بليس. هذا باز والحمض ديالو بي ا دو بليس. كذلك نفس الشيء بالنسبه لان اش 4 او اش، غادي تفكك لينا مع الماء اش 2 او، غادي يعطينا ان اش 4 بليس زائد او اش مو، هذا تفكك لينا. كيف كتلاحظوا معايا في النواتج شنو عطانا؟ او اش مو. اذا عطانا او اش مو راه هذا باز، والحمض ديال هذا هو ان اش 4 بليس. دونك هذا باز، هنا باز، وهنا باز، ولا باز هذه الحمض لاسيد ديالها هو ان ا بليس، وهاد لا باز هذه لاسيد ديالها هو بي ا دو بليس، وهاد لا باز كذلك الحمض ديالها لاسيد هو ان اش 4 بليس. كخلاصة بالنسبة لنظرية ارهينيوس اللي كيقول لنا بان الاسيد اللي هو الحمض كيعطينا اش بليس في الماء، ولا باز اللي هي القاعدة كتعطينا او اش موا في الماء. ولكن
ان هاد لاسيد باش يعطينا اش بليس خاصو يكون فيه هيدروجين، خاصو يكون فيه اش، تكون فيه هيدروجين باش يعطينا اش بليس. هذا الشرط مع انه هاد الحمض يكون يدوب لينا في الماء وتكون فيه هيدروجين، هذا هو الشرط باش يعطينا اش بليس هاد الاسيد. والشرط ديال هاد لاباز، هاد القاعدة باش تعطينا او اش موه بالنسبة للنظرية ديال ارهينيوس، خاصها تكون فيها هيدروكسيد. لاباز خاصها تكون فيها هيدروكسيد، تكون فيها او اش، وتكون كدوب لينا هاد لاباز في الماء باش تعطينا او اش موه. وهذه هي النظرية ديال ارهينيوس. نجيو دابا حسب النظريين ديال العالمين بروشيد اولوري. هاد العالمين اللي قالوا لينا، عطاونا تعريف ديال الاسيد ديال الحمض، قال لك انا سيدي ان كوب كابابل دو سيدي او ان بليزيوغ بروتون اش بليس. قال لك بالنسبه لهاد لاسيد الحمض هو واحد الهيئه اللي قادره على تحرير او اعطاء بروتون او مجموعه من البروتونات اش بليس. نكدو على بروتونات اش بليس. الحمض هو واحد النوع اللي كيحرر لنا واحد اش بليس بروتون. هذا بالنسبه للحمض. مثال بحال هنا اش ا تفكك لنا في الماء عطينا اش بليس زائد ا موان. دونك هاد اش ا اللي تفكك لينا في الماء وعطانا اش بليس راه هو لاسيد. اي حاجه بعدا كاين عطاتنا واحد البروتون اش بليس، وهاد اش بليس راه هو اش تروا او بليس. اش بليس راه هو اش تروا او بليس. قلنا الحمض كيتفكك لينا الماء وكيعطينا اش تروا او بليس راه حمض. هادي قاعده ديال العالم برونشيت لوري حسب الاحماض لاسيد. بالنسبه هنا اش سي ان كذلك غيتفكك لينا في الماء يعطينا اش بليس بليس سي ان موان. دونك هو عطانا اش بليس، دونك هذا هو الحمض. اش سي ان هو الحمض. هيدن هنا هاد اش ا الحمض، شنو هي القاعده ديالو؟ هي ا موان. دونك المزدوجه حمض قاعده تكون بحال هكا اش ا على ا موان. كذلك هنا الحمض هو اش سي ان والقاعده ديالو هي سي ان موان. مزدوجه حمض قاعده تكون اش سي ان على سي ان موان. بالنسبه لهاد الكتابه قلنا هاد اش بليس هو اش 3 او بليس، يمكن لك دير اش ا زائد اش دوزو وغادي يعطيك اش بليس زائد ا موان. بحال بحال سواء الكتابه كنديرو اش بليس ولا اللي درتي اش ا زائد اش دوزو دير هنا اش 3 او بليس. فوما هنا جوج اسهم قلنا بان فيديو سابقه كيتفكك لينا غير جزئيا، ما كيتفككش لينا كله في الماء، كنقولوا ديسوسياسيون بارسيالمون. بالنسبه باز قالوا بان ان باز ان كوب كابابل دو كابتي ان او بليزيوغ بروتون. بالنسبه للباز قال لك هي واحد الهيئه اللي قادره على اخذ بروتون او مجموعه من البروتونات. بحال دابا هنا هاد لاباز، هاد لاباز بي شنو هو خدات؟ خدات واحد اش بليز. دونك اي حاجه خدات بعدا كان اش بليز راها باز. بالنسبه هنا بي راه باز ولاسيد الحمض ديال هاد بي ديال هاد لاباز هي بي اش بليس. دونك في هاد الحاله بي اش بليس هو الحمض، اما بي راه هي لاباز، لان قلنا هنا لاباز هي اللي كتاخد اش بليس. بالنسبه نظريه ديال برونشيت ضروري حسب التعريف ديالهم حول لاباز هو ان اش 4 بليس. اذا ها لاباز وها لاسيد. كخلاصة لاسيد دونور دو بروتون الحمض كيعطي البروتون، ولا باز اكسبتور دو بروتون ولا باز كتاخد هاد البروتون. اذا هاد كيف كتلاحظوا معايا هاد النظرية ديال برونش دولوري متعلقة بالبروتونات. لاسيد كيعطي البروتون، لا باز كتاخد البروتون. ولا لاحظتوا معايا راه هادي راهي العكس ديالها، ياك راه هادي العكس ديالها. وهنا قلنا داروا جوج اسهم لان ديسوسياسيون بارسيالمون كيتفكك لينا غير جزئيا، ما كيتفكوش لينا كليا في الماء. كيف لاحظتوا معايا شفنا دابا جوج ديال النظريات حول التعريف ديال الحمض والقاعده، وهاد النظريات بجوجهم صحاح ومعترف بهم عالميا. غير النظريه الاولى كتقول لك بان الحمض نفس الشيء بنفس الحمض كيعطيو اش بليس، اما لاباز بالنسبه لارهينيوز قال لك في الماء لاباس كتعطينا او اش موان، كتفكك وكتعطينا او اش موان. الشرط ان هذيك لاباس تكون فيها واحد او اش. بالنسبه للبرونشي دولوري في لاباس كتاخد اش بليس، كتاخد واحد البروتون
اش بليز كيسون دو كوري اللي قال لك اعطيه، وم اغلبيه كيقول لك اعطيه تعريف د لاسيد ولا د لاباس سولون برونشيد ولا ارهيونيوس على حسب من النظريه، كيقول لك اعطيه التعريف د الحم. الا قال لك اعطيه تعريف د الحم واخديتي ليه النظريه د البرونشيد ولوريس واخديتي ليه النظريه د ارهيونيوس.